قبل ما نبدا نقول واحد الكلمه باسكو كنخاف دابا كنهضروا على المشاكل اللي كيعيشوا في المغرب. On a peur de parler des problèmes qu'il y a au Maroc parce qu'à chaque fois, à tout le Maroc, on a droit à des méchacs du Maroc qu'il y a un rafou et qu'il y a une fissure. Un rafou et qu'il y a une fissure. Un chip, ça me pose un vrai problème. Alors, vous savez, chers amis, Ahmed Daoura, d'abord, toujours, d'abord, surtout les deux derniers mois, j'ai tapé de Maroc, mais c'est possible. كل مره اللي كنهضر مع الناس كنقول لهم الله الوطن الملك. نبداو بهادي باش كل واحد يكون فرحته يكون مرتاح في المخ ديالو يقول بنسمع هذا وطني حقيقه. كيهضر على قضيات لاي واحد يطلبوه. هاد الناس سون با دي ريفونديكاسيون كي ديموند. سو سون دي دووا. كيطلبوا غير حقوق ديالهم. دوك انا اللي جيت لصعيبه اليوم جينا كنهضروا عليهم وهما ماشي حاضرين. دونك ممكنش غنكونوا الحال الا بقيتي غتهضر على الناس وهما ما حاضرينش معانا. هاد الناس كيطلبوا سبعة شهور دابا كيطلبوا بكم كوا يدوا يبغى ديالوغ يدوا يبغى واحد الحوار. انا مشيت عندهم للحسيمه مشيت للتماسيد مشيت لامزور مشيت للعكيين اللوطة ما خليت موطع تماك ومشيت كل مدينة وكنهضر معهم وكنحاول نعملوا شوية الحوار معهم. يقول لك كيفاش أنت كتجي من بروكسل والسياسيين ديالنا ما جاوش عندنا. إلا كنشوفوا هذيك ليزيماج دابا في الإنترنت بحال اللي كنشوفوا هذيك الحسيمة الحرب. أنا ديت معايا واحد ديليغاسيون باش دير سيستمار تماك في الحسيمة. قال لي فؤاد واحد بلجيكي قال لي مسيو فؤاد اسكو ليزيماج اللي كنشوفوا تماك هذه سي غزة؟ ولا اسكو سي ليجيبت؟ ولا سي اسكو سي لا سيري؟ ولا اسكو سي لو ماروك اللي كتقول لي هذا فيه لا سيكوريتي والامن؟ جي دي مي نو. Il y a des manifestations à des endroits bien spécifiques. في سيدي عابد ولا في شي موطع اخر. وفي واحد الموطع افيك ان مومون بيان ديتيرميني. اون اور، دو اور، والناس كيطلبوا الحقوق ديالهم. وفعلا il y a des moments donné des altercations entre la police et les manifestants. C'est vrai, il y a ça. Mais aujourd'hui, ces gens vous disent, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'alors la ville de l'Husseima mettra les images akhril, les qu'on trouve sur internet, qu'on trouve sur هذا المشاكل. Est-ce que la ville de l'Husseima n'est pas capable de خرج غير واحد بالانترنت les images بالنسبه للناس خدامين؟ التراكس هو خدام بالنسبه للسبيطار هما كيبداو فيها. علاش ما كتوليش هذيك لي زيماج؟ انا جلي دي ا مسيو لفتيت هضرت مع المينيس د لانتيريور قال لي انو ما الغوفرنمون اون نو كومونيك با فيا فيسبوك. كنقول له انا كنقول لكم واحد حاجه لو ميني دابا لا تركي اردوغان الى ايفيتي واحد القلب افيك ان تويت في تويتر 5 مليون ديال الناس خرجوا على برا. لي ميديا سوسيو سون اوبر امبورطون. هاد الشباب هذوك ما بقاش كيشوفوا الجورنال واذاعه ولا تلفزيون. كاملين في سمارت فون انو ما بيدنا كاملين هما في الاكسبارتمون وكتبعوا فيا سا كونتو لي زانفورماسيون. وانا مشيت وهضرت في التلفزيون وعرفتوني بعد انا جبت هذاك المشكل ديال السبيطار بالنسبه كان الملك دشن واحد السبيطار في امزورن وبدا باقي في هذاك السبيطار ديال 2010 باقي دابا مجدوده سبع سنين. مشيت للحسيمه وشفت هذاك السبيطار وضحكوا عليا. مشيت هذاك السبيطار وهذاك السبيطار فعلا احسن سبيطار اللي شفت يمكن في المغرب. كاين الناس كيدويو وكيعملوا الدواء ديالهم تماك. مي على غدا في الصباح انا خرجت من تماك وكانت ميدي ان تماك وعملت واحد الانترفيو. قالت لي شنو فكرت يا سي حيدر؟ قلت له احسن سبيطار الحمد لله الناس كيدويو كل شيء بخير 30000 ديال الناس كيدويو هنايا. ما فهمتش انا شنو هاد الناس بغاو ديال سبيطار كاينه. انا مشيت قلت الانترفيو ديالي ومشيت للدار. الغدا شبرت واحد اس ام اس وباقي عندي هنايا ديال الطبيبه اللي خدامه تماك. قالت لي يا سي حيدر انا ما نلعبش في هاد السبيطار. 70-80% ديال الناس 80% ديال الناس اللي كيجيو هنايا اوبليجي خصهم يمشيو رباط ولا كازا ولا فاس. علاش ما عندناش لا ماشين دي 3 دي ثيرابي باش نقولوا هاد السيد عنده كونسير وما عندوش؟ اذا هادي ماشي حوار، هادي ضحكه. دوك الناس عينوا بالنقاش. Il veut du travail, il veut du résultat. عينا بالنقاش، نقاش ونقاش ونقاش. من كل شيء الحيط اللي كنعيشوا دابا في هاد الساعه هادي تكون قبيحة على فين غنمشيو دابا ما يمكنش سي با بوسيبل. قال لي
فوي كتوصل من واحد الدرجه هذيك بتوصل هذيك الدرجه ما بقاش الحوار. بنادم يعمل اي غلط ويدير الغلط وكم اللي درنا الغلط. اذا علاش هادوك يكونوا 18 شهر في السجن غيبقوا 18 شهر في الحبس داروا الغلط واخا قلناش من غلط داروا. الا واحد حرك كوميساريه يبقى 10 سنين في الحبس. هذه القتال هذه ما يمكنش غنخليوا هذه. ما شرحنا علاش هذوك الناس يبقوا 18 شهر في الحبس. اذا الناس اللي ما داروش الخدمه ديالهم والسبب ديال هذا الشيء اللي وقع دابا هما على برا ما فهمناش. اخوان غنكمل الا بغيتي غير واحد حاجه نكمل فهمتي الا بغيتي ومن بعد لا علاش يا سيدي 2500 كيلو ما بنفس الطريقه اخوان بنفس الطريقه اخوان نقول لكم واحد حاجه ما شاهدش كل شيء. علاش قلت هذا الشيء؟ خصك تعرفوا بالنسبه للمغرب عنده جوج مشكل. عنده ماشي المشكل عندنا العداوه اللي كنعرفوهم كان بين فيهم وفيهم الناس اللي فيهم الحسد على المغرب ويديروا اي طريقه باش يقبلوا هذه البلاد وما نقبلوش هذا الشيء. هذا الوطن ديالنا البلاد ديالنا وكنحبوا الملك ديالنا وكنحبوا الارض ديالنا.